بسم الله الرحمن الرحيم. معانا عربية اي كلاس موديل 2014، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها ويصاحبها ويبارك فيها. ركبنا لها جهاز الكار بلاي بالوايرلس على الشاشة الاوريجينال زي ما حضرتك شايفين، الموبايل معانا تحت. الكار بلاي شغال معايا طبعا بكل الفانكشنز بتاعته، اللي اهمها جوجل مابس. نقدر نفتح جوجل مابس ونحط لوكيشن من على الموبايل او من على العربية ونتحرك عليه عادي جدا. انا اهم حاجة لازم يكون النت كويس عشان يشتغل معايا الكار بلاي او يشتغل معايا الخرائط. ركبنا كمان كاميرا خلفيه بتجيب الصوره، اول ما بنجيب ريفرس نرجع تاني. سيستم العربيه الاوريجينال موجود زي ما هو، ملناش اي علاقه بيه نهائي، في اي وقت بنقدر نرجع له. من ضمن مميزات الجهاز كمان ان انا بقدر اشغل فيديوهات من الفلاشه وبتشتغل معايا حتى والعربيه ماشيه. اخر خاصيه معايا في الجهاز هي السكرين ميرورنج، بقدر اعمل ميرور من الموبايل على شاشه العربيه، واللي بيلف على الموبايل بيلف على شاشه العربيه زي ما حضرتك شايفين على شاشة العربية. رجع تاني للكار بلاي وكونكت معايا على طول. أشكركم.